انا اتكلم لما اقول انفصام، اكثر انفصام اشوفها الاستشارات الجيني، استشارات الجيني اكثر انفصام جيني بين الانسان برا خارج وعند اهل بيته. انفصام خارج شيء وعند اهل بيته شيء اخر. الويل الويل لمثل هؤلاء. كن انت، ما ممكن. واحدة اتذكر من زمن قالت لي والله انا شفت ابوي في التلفزيون ما عرفت انه ابوي. قلت ليش؟ قالت لي يضحك في التلفزيون وفي البيت وكأنه فطم عن الضحك وكأن اسنانه عورة. فعلا في ناس وكأن اسنانهم عورة، ما يضحك، يخاف يطلع اسنانه. يحضر معنا محاضرات. اتذكر مرة واحدة من زمن كنت اقدم محاضرة في الخوير، في امسية كانت، وجالسين معي، جالس واحد في الامام عندنا، هذا وانا اقدم محاضره. انا اكثر شيء احب في المحاضرات لما اشوف وجه واحد احصله مبتسم افرح، استبشر. مثل هذا الرجال هنا استبشر لما تشوفه مبتسم تفرح، وكان لما يبتسم وكان يقول لك ممتاز جميل استمر. لكن تشوف على واحد يقول لك كذا كان يقول مالك انت ايش فيك ما تتخلص صح لا صح؟ فانا كنت اقدم لامسيه وهذا جالس الامام وما يضحك. وانا لما ما يضحك شفت قصص يعني فيها دعابه شوي، ابدا ما بس ما يضحك، يقاوم الضحك. يعني هو يريد يضحك بس يقاوم بسو كذا. حاولت وسويت كل درسته في التدريب، 10 سنوات خبره، ما نفعت معه. بعدين قلت لهم ايش رايكم ناخذ استراحه 5 دقائق؟ كان في سناكس موجود ياكلوه في الخلف، وجبات خفيفه. فاول ما ذهبوا رحت له لست عنده، قلت له بس اخبارك كيف حالك كيف الامور عساك بصحه كيف الوضع؟ قلت له من اسمك اعذرني يعني؟ قال اسمي بسام. بسام. قلت له تعرف ايش يعني بسام في اللغه العربيه؟ قال لي ايش؟ قلت له بسام بصيغه فعال، فعال صيغه مبالغه، فعال بسام يعني كثير تبسم. قال لي معقوله يا استاذ؟ قلت له انت بسم الله ما شاء الله عليك، وجهك بسم الله ما شاء الله عليه، شويه بسمه كذا على الوجه يطلع وجهك ما شاء اجمل منه. المهم اول ما خلص الاستراحه جيت انا بعدي ما متكلم اسوي لي كذا الحمد لله ابتسم بسام. هذا اهل بيتنا، اهل بيتك، زوجتك واولادك، اجمل شيء تدخل عليهم وانت مبتسم. اعرف منه هموم الحياه وضغوطات الحياه، اعرف اعرف.